السلام عليكم البنات، حبوبات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف دايرين مع الصحه؟ احوالكم، عائلاتكم، احبابكم، القريب البعيد، اصدقائكم؟ نتمنى من الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نشارككم معايا الطريق اللي غاده، اللي انا غاده فيها، غديني الركة الزموريه، غطلع الركة الركة الركة. عندنا شويه الشتا كتصب، الحمد لله، نتمنى من الله ان شاء الله تصب في جميع المناطق، ان شاء الله تكون بالرحمه والمغفره والثواب، وتكون ان شاء الله على قدر النفع، ما تكونش اكثر من القياس، تسبب فيضانات تسبب في أشياء مضرة. نتمنى من الله أن أنها تكون إن شاء الله شتا ديال الرحمة، ونتمنى من الله أن الناس مساكن اللي مضرين هاد الزنزال اللي وقع في المغرب، نتمنى من الله الله عمر ربي يكون معاهم ويساعدهم إن شاء الله، وتهدى إن شاء الله الأرض، ويرجعوا لبيوتهم يعيشوا حياتهم عادية كيف عايشين احنا معاهم. نتمنى من الله ان كل شيء يكون بخير وعلى خير، نتمنى ان الطمأنينة والسكينة تعم الجميع، نتمنى من الله الافراح تكون للجميع، نتمنى من الله المسرات تعم الجميع، ونتمنى من الله بان تكون الطمأنينة والراحة النفسية للجميع. احنا عارفين بان الله سبحانه وتعالى يقول لك الا بذكر الله تطمئن القلوب، لذلك نحاولوا دائما لساننا انه يذكر الله سبحانه وتعالى بجوج كلمات بساط، الا حفظناهم وعودنا لساننا عليهم راه خير كثير، راه خير كثير فيهم. جوج كلمات سبق لنا اننا شرنا لهم العديد من المرات، والكثير منا كيعرفهم وكثير منا فاهمهم، ولكن كنحاولوا نذكروا بعضياتنا، كنحاولوا اننا نذكروا بعضياتنا ونذكر نفسي انا معاكم كلمات خفاف، قالك خفيفتان في على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمات خفافات الى عودنا لساننا عليهم من كل منهم من ملو، دائما حاولوا اننا نردوهم ونقولوهم، يكون عندنا الاجر العميم، وغادي يكون عندنا ان شاء الله طمانينه وراحه نفسيه، الراحه اللي كيفتقدوها الكثير منا في هذا الزمان، في هذا الوقت، هذا الراحه النفسيه اللي قليل اللي كينعم بها، كينعم بها سوى داك المذكر والذاكر لله سبحانه وتعالى، هو اللي كينعم بها دائما. لذلك بغيتكم انكم دائما تحاول تكون عندكم طمأنينة وراحة نفسية بهذا الذكر، وبصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اشياء بسيطة كتخلق السعادة النفسية والروحية، اشياء بسيطة ممكن انها تخلي ديك الكآبة ما تتلمش علينا، وداك الحزن ينكشف، ان شاء الله على الجميع يا رب. احنا عارفين هاد زمان كل شيء متعصب، كل شيء مقلق، لا كبير لا صغير، لا متوسط لا شيخ لا عجوز، الحمد لله هاد زمان هكذا داير. ونتمنى من الله يا رب العالمين نزل الطمأنينة والسكينة على خوتنا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن السلام يعم هذه الأرض، هذه الأرض تاعنا كلنا، وممكن أننا كنا نعيشها بهدوء بسلام لولا أن الإنسان دائما كيحاول يفكر الأفكار اللي كتفكر لأنها كتكون مضرة للآخر.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهاد أمطار رحمة نحاولوا أننا نستغلوا احنا جميع، في ما ينزل المطر كتكون أبواب السماء مفتوحة، يعني اللي مهموم يطلب الله باش يفاجي همومه، اللي باغي ينجح في دراسته يطلب الله أنه في ديك اللحظات تكون أبواب السماء مفتوحة، الدعوات كتكون مجابة مني كتنزل الشتاء. وكيبقى لنا الشتاء راه هي فيها الخير الأميم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، والله يجازيكم بخير. نحاولوا نذكروا بعضياتنا بالذكر، بعبادة التأمل، نحاولوا أننا من نتأملوا هالطبيعة الخلابة، أننا نحاول دائما نتأملوها مع تسبيحنا الله سبحانه وتعالى، باش كلنا إن شاء الله لذة وسعادة روحية ونفسية وطمأنينة أبدية إن شاء الله. البنات اللي كيأكدوا على الطبيعة وبغاو يعرفوا الثلج فين وصل واش داب ولا لا، عاشي شوية اللي داب ماشي بزاف، ولكن الحمد لله بالأمطار الرحمة غادي يبدأ يدوب، ما غاش يبقى، هانتوما كيبان لكم بأنه بدأ شوية كيدوب. وسبحان الله العظيم، هذه نعمة من عند الله سبحانه.